مرحبا بجميع متابعي ومتابعات موقع قنيطرة 36 في حلقة جديدة من برنامج الحصيلة الرياضية. حصيلة حلقة اليوم يعني نبوتها مباشرة من الملعب البلدي بمدينة القنيطرة، واللي احتضنت أرضيته قبل قليل مباراة النادي الرياضي القنيطري وأولمبيك تشيرا، واللي عرفت تفوق النادي القنيطري بهدفين دون رد. يرافقني في تحليل هذه المباراة الزميل الصحفي براديو ام اف ام السي محمد القداوي. مرحبا بك سي محمد القداوي. مرحبا الزميل البحري، وتحية لكل متتبعاته ومتتبعي قنيطرة 36. سي محمد القداوي، يعني بعد سلسلة من النتائج السلبية النادي الرياضي القنيطري يتفوق اليوم ويحصد النقاط الثلاث أداء ونتيجة بعد فوزه على أولمبيك تشيرا، كيفاش شفتي هذه المباراة سي محمد؟ فالمقابلة كانت مقابلة متحركة كما لاحظ الجميع، وكانت يعني في كل الأطوار ديالها فهي كانت لصالح فريق النادي القطري. هذا ما نساوش الحملات المضادة اللي كانت لفريق أولمبيك تشيرا اللي ما كانش يعني مربع يديه، ما جاش من مدينة تشيرا أقول ضاربا يعني كيلومترات عديدة حوالي 500 كيلومتر من أجل النزهة هنا بالملعب البلدي بالقنيطرة، ولكن ما نساوش النتيجة اللي كانت حصلها فريق أولمبيك تشيرا ضد فريق النادي القطري برسم الدورة الثالثة وانتصر في داره بثلاث اهداف لواحده. الفريق اللي وراء الفريق على الرغم بانه منذ سنه 2014 يعني السنه اللي كانت الصعود ديال فريق اولمبيك تشيرا للقسم الوطني الثاني، يعني فريق هو حديث يعني الاضواء ولكن هو فريق قديم، يعني اظن ان سنه 1958 كانت هي سنه التاسيس ديال هذا الفريق. اذا فريق النادي القطري حقق المبتغى وحقق الاهم اللي هما ثلاث نقاط هنا نتيجه واداء امام جماهير اللي كانت عاشقه وجماهير اللي كانت ساندته طيله المقابله على الرغم من قله هذه الجماهير بالنسبه للمقابلات السابقه. الاخ البحري، بالفعل سي محمد القداوي فريق النادي الرياضي القنيطري اليوم حقق الاهم هو كسب النقاط الثلاثه. هذه النقاط الثلاثه يعني جت تحت قياده المدرب الشاب صابر بالخوجة بمعيه المدرب رشيد الركادي. يعني سي محمد، واش تشوف بان فريق النادي الرياضي القنيطري عاود ما يجلب مدرب يعني نعتمد على ابناء النادي، وخصوصا ان صابر بالخوجة هو اللي كان بدا يعني مع الفريق، وبالتالي بلا ما نضيعوا خزينه النادي ولعبوا من اجل بناء فريق اللي يقدر ينافس في بطوله الموسم المقبل؟ نعم الاخ البحري، فالى سالتي ايا كان فصابر بالخوجة هو ابن الدار، لما لا نتيح ليه الفرصه هو واللاعب السابق رشيد الركادي، لما لا نعطيهم الفرصه من اجل قياده هذه القافله، قافله فريق النادي القنيطري بهذ اللاعبين هذو اللي جلبوا، على الرغم بان كانت عندي تحفظ بالنسبه لهذا الجلب ديال بعض اللاعبين في ظل يعني قياده ديال مدرب اخر اللي هو السيد عبد الواحد بن حسين، ومن بعد كيتم يعني انفصال عليه من بعد جلب هذوك اللاعبين. هذا ما كينفيش ان اللاعب او المدرب السيد صابر بالخوجة عنده ما يقول في هذه البطوله ان شاء الله، ولا عطاه الفرصه فهو غيقول الكلمه ديالو. شانه شان المدرب منير الجعواني حتى هو كانت عطاته الفرصه من بعد المدرب السيد الطوسي، وراه عطى الكلمه ديالو وكانت عنده يعني البصمه ديالو في فريق النهضه البركانيه. زميل البحري محمد القداوي، تنقيط المباراة على 10 انا كنعطي 7 على 10 تنقيط ديالها، خصوصا بان الفريق في الاخير بعض اللاعبين بدا عليهم العياء، خصوصا مثل جمال باماد ووسام بركه اللي بان عليهم العياء في الاخر المقابله، ولكن مجملا يعني حتى النقطه 7 على 10 فالتقنيين هما اللي يقدروا يعطيوك التنقيط اكثر مني الاخ البحري. اذا سي محمد القداوي، بهذا الفوز فريق النادي القنيطري رفع الرصيد ديالو عند النقطة 22. ما بقى لي مشاهدينا الافاضل الا نودعكم ونودع السي محمد القداوي، والى اللقاء في فرصة قادمة ان شاء الله. الى اللقاء.